فيكم انتم الاثنين في حضراتكم ما حد ذكر حاتم الطرابلسي. ترى حاتم الطرابلسي سجل في مانشستر يونايتد صحيح كابتن محمد؟ ايوه اولاد الدار دايما مظلومين فكويس ان انت فكرتنا. وحاتم كان جاب الجول بالشمال ولا باليمين؟ جابه بالشمال دخل لجوه مش رجله يعني في الجهه اليمنى وظهير ايمن صح دخل لجوه وراح صح شيطر. فدايما الماتشات الكبيره دي يا عبد العزيز تحب تلعب وانت لعيب. انا افتقد الشعور دي في الماتشات الكبيره. امال ليه جمهور الزمالك بيكرهني؟ لان انا مديهم 13 هدف. فدايما اللقاءات دي هي اللي للتاريخ. نعم. نيجي نخش في تفاصيل المباراه. التشكيل بتاع مانشستر سيتي هو ثابت. ايدرسون في حراسه المرمى. التشكيل وهم بيلعبوا معاهم الكره بيبقى مختلف. ووكر ودياز واكي. انا في حته مين اللي يتحرك ووكر ولا ستونز نص الملعب دي حسب مركز راشفورد وهنتكلم فيها. ستونز ورودري ممكن يبقى ستونز موجود مع الدفاع ووكر يبقى ناخد ناحيه اليمين. برناردو سيلفا ودي بروين وفودن وادوكو طبعا وهالاند. هنتكلم على نقاط القوه للفريق. فريق انتشاره وهو في معاه الكره بيبقى الانتشار ده وحركه. عاوز اركز بس في الاثنين دول ده وده ووكر وستونز. مين اللي هيبقى ثابت فيهم؟ التلاتة ممكن يبقى ثابت حسب مركز راشفورد. لو راشفورد هيلعب شمال هتلاقي ده تبادل المراكز. لو راشفورد هيلعب مهاجم هتلاقي ستونز ينط هنا مع دياز واكي وتلاقي ووكر ناحيه اليمين. فدي نقطه في التشكيل. نيجي لنقاط القوه الاتش دي. الاتش دي هالاند دي بروين. الناس دايما بتربط ما بين دي بروين وهالاند. دي بروين مع الريموت بتاع هالاند. خلي بالك صناع اللعب عبد العزيز لما يبقى معاهم قدامهم مهاجم اشول تختلف التمركز انتشاره في الملعب ازاي يتحرك. قريب قوي لما يبقى مهاجم عادي بيلعب بالشمال واليمين المهاجم اللي وراه رقم 10 ياخد عكسه. المهاجم الاشول خد تحتيه حسب مركزه خليك عمودي معاه. فده اللي بيعمله دي بروين مع هالاند. الاثنين الاحصائيه ده مين يصنع كتير اهداف لهالاند. الموسم الاولاني لهالاند 11 اسيست صنعهم دي بروين. هذا الموسم 5 بس لان دي بروين غاب شهرين وثلاث شهور. واحنا دكتور طارق اتكلمنا على ازاي ان هالاند يفتقد لدي بروين في بعض المباريات. نعم ويقال بان هالاند غاب عن مستوى هذا الموسم في بعض المباريات في القسم الاول في غيابه. في وجود ده لا الامور سهله يا عبد العزيز. وهو مغمض هالاند يجري ويتحرك هتلاقي التمريرات. ماتش لوتن الاخير ماتش الكاس اللي دخل اللي سجل فيه 5 صنع لهم من 4 اهداف. تحس ان هو الاثنين فاهمين بعض. نعم. مين ازاي يحتاج ياخد في المساحه يحتاج ياخد في الشمال ياخد في اليمين مركزه تحتيه كويس. فاعتقد دي الحاجات المميزه بالنسبه لدي بروين مع هالاند. نعم. هذه ارقام دي بروين. ايوه هنا يا عبد العزيز وهذه احد الحالات المميزه مع دي بروين. انا عاوز اعيد الحاله دي بس اركز بقى على لا الحاله سيب هنتكلم على الحاله دي بس عاوز الحاله الاولى. الحاله الاولى لانها حاله مميزه والحاله الثانيه طبعا التمركز وازاي يتحرك. الحاجه الاولى يا عبد العزيز ان دي بروين دايما بياخد الهاف سبيس. ولما بياخد الهاف سبيس ناحيه الشمال هنا الحركه عينك بقى على التحرك. لما بياخد المساحه غير المساحه الفاضيه المساحه الفاضيه وبعدين بيغير سرعاته. التلت الوسط سرعه والتلت الهجومي سرعه ثانيه مختلفه. لما بياخد في المساحه عينيه ما بيبص على عينيه بيبص على مين؟ على ده على هالاند. شوف ده عمل الفنت ازاي طق طق عشان ياخد الكوره ويسجل الاهداف. هنا محطه ثابته بيحط جسمه كويس والتاني بقى شايفه اداله في المساحه في على رجليه اللي بيجيبها. فدي الحاجات التفاصيل اللي بتفرق صانع لعب 10 عن صانع لعب مختلف. فالنهارده من الحاجات الايجابيه الاتش دي لازم يبقى في حالاته الطبيعيه وازاي يتعامل مع تنهاج. دي من احد الامور بالنسبه للدكتور طارق. الحاجه اللي هو مميز فيها دي بروين انه دايما بياخد بين الخطوط بين خط الدفاع ووسط الملعب وبعدين بيلف بسرعه بيشوف الاول ويلف في المساحه وامتى يباصي وامتى يمشي بالكره عشان يسجل عشان يصنع ويسدد. فعنده الاوبشن كتير قوي صحيح امتى يصنع وامتى يسجل. فدي من الحاجات الايجابيه اللي لازم يشتغل عليها السيتي كتير ولازم تنهج يوقف الاتش دي صح. نعم طيب هذا بالنسبه للسيتي. يبدو بان السيتي اكثر تحضيرا
اكيد جاهز بشكل كبير. اكثر تحضيرا محمد انا عباله بيلعب الحين والله كنت حركاته حماسه خصوصا في موضوع التيكي تاك حماسه كابتن محمد للحين للحين جاهز فت يعني تقليد هذا كبيره بقول لك بصت كبيره تحتك طيب اونانا طيب اونانا هذا الموسم اقدر يصوبك تفضل اطلع انا لان انا عسماوي انا لا لا خذ راحتك انا اطلع اروح لا لا انت على العين والراس لان عسماوي طيب انا بروح مكانك اي روح مكانك على فضلك طيب مشكور يعني انت لاعب وسط بعد هناك تلعب تعرف شلون توزع الباصات طيب خلينا نوقف النظام اللعب بدون ما يطلعون اللاعبين عشان نشرح اكثر كنظام لعب نظام اللعب بالنسبه لي اليونايتد لتنهاج يلعب بالنظام 4-5-1 4-5-1 هذه الدارجة ما بين مدربي العالم تستخدم واصبحت أكثر شمولية حراسة المرمى أونانا رباعي خط الدفاع دالوت فاران وإيفنز وأيضا ليندلوف يغيب ماغواير للأمانة ماغواير في المباريات السابقة كابتن محمد كابتن عبد العزيز متألق ما أنا أخذ أفضل لاعب في الشهر لاعب قدم مستوى ممتاز جدا تطور بصورة ملحوظة جدا هناك قد تكون مشكلة ما بين إيفنز ما بين أيضا فاران وسط الملعب كاسيميرو وميانو كاسيميرو انتقادات كثيرة جدا قيمة الصفقة عالية جدا مع تقدمه بالعمر لم يأتي مردود جيد في المواسم أيضا الماضية وسط الملعب المهاجم اليوم نشوف ماكتوميناي لاعب اللي أخذ أدوار مختلفة مغايرة أصبح مثل الهدافين الموجودين في فريق اليونايتد غريناتشو وبرونو اللي عليه انتقادات كثيرة جدا برونو عليه انتقادات كابتن محمد كابتن عزيز كثيرة جدا لأن مستوياته في المواسم الماضية مختلفة الآن ومن بعدين في تسجيل الأهداف دكتور مسجل 3 أهداف بس ونسبة تسجيله ضئيلة جدا بعكس المواسم السابقة رودري مثلا على سبيل المثال بيلعب رقم 6 في السيتي عنده 6 أهداف أكثر من صانع لعب اليونايتد نعم وفي المقدمة طبعا وجود راشفورد هذا النظام اللعب 4-5-1 ممكن نرجع بس نظام اللعب اسالك سؤال يا دكتور معلش نرجع لنظام اللعب نعم هنا ممكن يا دكتور يلعبوا ال 4-4-2 دايموند ال 4-4-2 دايموند يخلي برونو مهاجم وهمي وتحتيه مثلا دول الاربعه في نص الملعب ومعاهم برونو ويبقى قدام راشفورد وجراناتشو هذا يعني هذا الاسماء كنظام لعب مرن ممكن يدفع في برونو تحت المهاجم ويدخل غريناتشو مع راشفورد يكون راسين حربة أو التغير أو برونو يبقى مهاجم وهمي ممكن ودول وراشفورد لأن راشفورد يفضل الأطراف أكثر جرناتشو. ممكن هم يتحركون على الأطراف ممكن غريناتشو ممكن نفس الشيء فنشوف على مجريات اللعب هذه المرونة الموجودة في فريق اليونايتد مهمة نروح حق النقطة الأهم واللي صراحة يمكن اليونايتد في هذا الموسم أو حتى المواسم الماضية افتقد إلى اللاعب الهداف افتقد إلى اللاعب القائد في التهديف من بعد فان بيرسي لم يأتي هداف حقيقي لفريق هل اليونايتد هل يفتقد لهويلاند كرأس حربة يعني نعم سجل في آخر هويلاند مؤخرا متألم. يعني 2024 بدأ يسجل شوف المفاجأة المفارقة فيها مفارقة أن ماكتوميناي اللاعب ارتكاز اللي يعتبر لاعب ارتكاز أكثر تهديفا من راشفورد وأكثر تهديفا من برونو صحيح يعني أتفهم أنه والله أكثر من غريناتشو لاعب صغير لكن ليس أكثر من راشفورد ولا برونو هو وضع فترة من الفترات راشفورد على دكة البدلاء نعم وهذا دليل كابتن محمد كابتن عبد العزيز أن هناك مشكلة كبيرة جدا في عملية التسجيل لفريق اليونايتد أني حق المباريات هذا الموسم 26 مباراة 14 فوز تعادلين 10 هزائم العشر هزائم رقم كبير طبعا رقم كبير لليونايتد يقول لك أسوأ من الهزيمة التعود على الهزيمة طبعا العشرة على 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 فكره دكتور طارق كانت نعم. لها ارقام 12 هزيمه في 38 مباراه والحين هو 10 الان قريبا عشر. يكسر هذا الرقم وهني متعادل 0 بصفر صفر نفس نسبه التسجيل نفس استقباله للاهداف ارقام غير جيده بس يستطيعون على الاقل الحد من خطوره هالاند على الرغم انه ما حدش هيوقفه صح يا دكتور صعب ده عنده القطاع عنده فودن وعنده دي بروين ورودري قادم من الخلف والعديد من عند عنده خيارات العديد يعني من الحلول بس فكره الهجه دكتور انه لازم اكسب هتكسب ازاي الدكتور طارق شرح الهجمات المرتده السريعه لليونايتد الفعاله ودي نقطه سلبيه لمانشستر سيتي احنا قلنا ان مانشستر سيتي
روح فضل يا دكتور. شكرا. روتيشن معلش في الأطراف. زحمة شوية. ولا يهمك في إشارة حطيتها دلوقتي. فالحاجات اللي لازم من النقاط السلبية في هذا الموسم لمانشستر سيتي إنه استقبل 20% من الأهداف اللي استقبلها دخلت شباكه هجمات مرتدة. في مباراة نيوكاسل الهجمات المرتدة السريعة والمساحات الموجودة في نص الملعب كان في نيوكاسل عنده برونو وقدام إيزاك. فالنهارده في راشفورد وبرونو استغل المساحة دي والسرعات دي في الهجمات المرتدة لأنهم عندهم مشكلة. وجراناتشو مميز بنفس هذه اللقطة الدخول في العمق والتسديد وراشفورد أيضا هنا نفس الحاجة ونفس الفكرة. الهجمة المرتدة الشوارع اللي عند ووكر خش يلعب في البعيدة بالنسبة لجوردن. فالحاجات دي حاجات مهمة تحتوي خطورة السيتي بس تستغل نقاط ضعف الهجمات المرتدة والسرعة الموجودة. عشان كده تنهاج فكر تكسب السيتي مش هتقعد طول الوقت تدافع وتتعرض لضغط وهتتكب أخطاء. لما الكرة معاك ازاي يخرج من الضغط وازاي يستغل الهجمات المرتدة ممكن يكسر الرقم القياسي في عدد طبعا الهزامة. شفت اللقطة الأخيرة اللي حطيتها أنا, أنا, أنا أطلع برا الاستوديو. ليه لا لأن لازم نطلع بريك. ما يخالف استنى دقيقة استنى 10 ثواني بس. اللقطة الأخيرة اللي تفضل فيها كابتن محمد الثلاثي الدفاع هو موجود اليوم آكي دياز وولكر. شكرا للدكتور شكرا كابتن محمد. شكرا عزيز. في انتظار ديربي مانشستر. في ديربي هني قبل مانشستر. مشاهدينا الأعزاء بين كلا الفريقين السيتي واليونايتد بعد قليل.